معكم اليوم ماكو وكابتن مات. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. اليوم يا جماعة عندنا ماكو ستي ما ادري الحلقة كم، بس يا عب صراحة اليوم بنبني شيء. اليوم بنبني فود تراك. حاليا ما ادري هذا شو اللي وراي، بس جيسون بنالنا مزرعة بطيخ وايضا بنالنا بيكن. شكرا. وللناس اللي علق، الاثنين اللي علقوا على فيديو ماينكرافت سيرفايفل حطيتهم على جدار ماكوين. فحاليا باخذكم في جولة بسيطة. هذا تقريبا بيتي، ما ادري، وهني ما ادري هذا شو بعد، وهني هذا المول اللي بنسويه ان شاء الله. انا توني خلصت من اول محل. نعم الحين بقولكم شو مخطط المول. اول شيء وهني هذا المدخل. مدخله بيكون فيه طبعا باب حديدي، وهني بتكون في نافوره. فبنبني هاي النافوره اتوقع يوم الخميس والجاي يعني. هني نحط كوارتز ونكمل من محلات، ومحلات بيكون اشكالهم كذي. ف اللي يبغي يعطيه 5 دايموندز. بس يا لحد الحين سبب من بون لاين، هذا اول شيء. ما انا ما اقدر ادخلكم يعني للاسف. ف اليوم بنبني فود تراك ورا هني. هني واجد الهنتيون، وهني هذا العداد. اول شي شكرا على 70، يعني من اخر مرة هنا هالسيرفر زلنا 30 مشترك بس عادي. اوكي، فحاليا نحنا نحتاج بلوكات كوادز جول. اوكي، بعد باب نحتاج باب يعني. واللي بنسوي بنحط هي سلاب من الكوارتز، ايضا خل نبدأ من ستون بريك. وايضا خلنا نجيب من هذا بريك سلاب. وايضا نحتاج سجاد عادي. السجاد العادي هذا السجاج العادي. اوكي، طبعا نحن على تكستر باك القديم. وايش لازم 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 غير تكستر باك. دشني طق على ماركو سيتي. خلي احط ماينكرافت الجديدة مو بالقديمة الجديدة. اوكي رجعنا. حاليا الجلاس صار شكله كذي، ان احنا حطيناه على الجديد ومو بالجديد. حاليا بعد شو نحتاج؟ بنحتاج كونكريت اخضر وكونكريت ازرق، و ايضا اخر شيء زب. اوكي، فاول شيء نحط هني حبة كول. بعدين 1 2 3 4 5 6 7 في بلوكة 7 نحط هذا. اوكي
حاليا هنحط هذا بحطها مع سلاب وهني يعني هالفودراك يعني بداية كذي هنمي فوق اوكي الحين احنا سوينا واجهة الفود تراك تعتبر كبيرة بالنسبة لي خلاص صغيرة شوي حاليا تعتبر اوكي حاليا بنبني الامر اول شيء اوكي لا لازم نحط بلوك مو سلاب كم نسوي 6 بلوكات 6 بلوكات صار نحط نحط هذا نحط هذا ايضا يعني واجهة فيها شيء البريك اوكي اتوقع جزي خربون ما خربون الا ما نحتاج ونحط كلاس دحين مدينتنا قبل كنا ابدا ما نحط شيء اسمه انه ما يصير لي ما كان يصير لي فحاليا يصير لي بس بعد بيسفل فإذا تبغون نسوي سيرفر مع ناس أونلاين أوكي الحين صار الليل فبنروح نرقد اوكي الحين كمان 10 دقايق من بناء هذا الفود تراك بصراحة تشوف انه ما يبشر بخير ابدا هذا هو بيتي ما عندي شو بيه
أصلا لين الحين ما بنيت غرفتي. أوكي خلينا ننزل من هني لين تحت و طلع شوية بدال شنو بدال هذا ستيرز لأن خلصت مهمتها. يلا خلينا نوقف اوكي صباح الخير. فحاليا بنرد للمكان اللي سوي فيه الفود تراك. نحط هذا التاير ونحط البتن. ونودي بستيرز. نحط السير. و بيكون في باب حق العمال للي بيعملون في هذا الفوتراك. ببيع فيه أشياء ببلاش لما نوصل المشترك. حاليا تقريبا خلصنا بس انا بسوي شيء. اوكي الشيء على فكرة بيكون في فيديوهين مايكروسوفت ورا بعض، يعني اليوم باكر فيديوهين مايكروسوفت. اذا نزلت الفيديو يوم الجمعة بيكون بعد في فيديو مايكروسوفت في نفس اليوم يوم الجمعة، لأن أنا سجل فيديو يوم الخميس، يوم الخميس في الليل طبعا، لأن تشوفون أنا في الليل. أوكي فحاليا نحتاج جلوستون.
تعليقات كذي اوكي، وهني نحط صناديق، وايضا بنيب فن اكيد، وطعم يحتاج فن. الفن بنحط فيه الأكل، اوكي اوكي هذا هو بس يحتاج الباب، وايضا شيء اللي يكون فوق. الحين نحتاج كونكريت، بلو كونكريت و جرين كونكريت، وحاليا نحتاج اخر شيء الباب. اوكي وين الباب؟ انا حتى نسيت العب معكم. وين الباب؟ هني الباب. اوكي نحنا بنحتاج هذا الباب. الحين سوينا الباب، وايضا فوق نكتب هذا هو بصراحة. أنا ما أدري شو كنت أسوي بصراحة فوق، أكثر شيء خبصت فيه بصراحة يعني MC، يعني هذا هو MC، بس أنا ما أقدر أسوي MC، فبصراحة سويت M واحدة بس باللون الأخضر والأزرق. أتوقع أن هذا هو الكوفي حقنا، يعتبر ماكو كوفي، فخلني بس عين اوكي نكتب ماكو اوكي. فهذا هو، فاتوقع ان خلاص سوينا كل شيء يعني. فانا وصلت المقطع، اتوقع استمتعتوا، لا تنسون لايك لا اوكي لا تنسون لايك وسبسكرايب، والجاز كان معكم ماركو، مع السلامه.